طب خليك معايا بس ال 30 ثانيه دول. كارلو انشيلوتي راجل بيتصاب من عنده لعيبه كتير، الراجل حرفيا ما لعبش باتنين مساكين ثابتين اغلب الوقت لان هو عنده كين بيتصاب او يالي مينا بيتصاب، فبيقرر ان هو يلعب بجوديفري وبيقرر ان هو يلعب احيانا بكولمان اتنين تحت مع كين علشان خاطر الراجل ما عندوش غير كده، بيلعب باتنين باكات مساكين علشان خاطر الراجل مجبر، وكمان عنده غيابات في نص الملعب، عبد الله دوكوري والان كان بيغيب فترات، وعبد الله دوكوي غايب بقاله فتره طويله، وكمان عنده غياب اندريو جوميز بيلعب ماتشين وتعور ماتشين، فطبيعي تلاقي ان الراجل بيغير في طريقه اللعب كتير، غير ان هو عنده برنارد بيتصاب كتير فده بيجبر ان هو يلعب باليكس اويوبي الراجل اللي ما كانش في حساباته في اول الموسم، فطبيعي انك تلاقي كارلو انشيلوتي بيغير، وكمان ايه كالفرت لوين اللي كان بيجيب الاجوان النهارده ما بيلعبش ده مصاب. ان الراجل عنده حاجات كتير قوي تقول ان هو لما يغير طريقه اللعب مسموح بالنسبه له، انما انت كامورينيو بقى غيرت 4 2 3 1 ليه يعني؟ لما اخذها تستحوذ على اللعب ما لا تستحوذ ولا تعمل اي حاجه، طب ليه يعني قررت ان انت تحاول النهارده تلعب ب 3 4 1 2؟ طب ليه يعني؟ هو عشان خاطر الناحيه الثانيه انشيلوتي بيلعب لك ب 3 5 1 1 تلعب له انت ب 3 4 1 2 اللي هو انت الماتش بتاع نيوكاسل كنت بتلعب 4 4 2 قبلها قبل اصابه سون كنت بتلعب 4 2 3 1 وكانت نوعا ما شغاله وكان في جمل بتتعمل بين سون وهاري كين. جيت فكرت انك تغير ماتش مانشستر يونايتد 4 3 3 لبست النهارده بقى جيت تغير الطريقه هنلعب ب 3 تحت. طب ليه 3 تحت؟ هنلعب ب 3 تحت وخلاص. طب في اي حاجه هتتغير على المباراه اللي فاتت؟ اطلاقا هتلاقي الفريق بسم الله ما شاء الله نفس الطريقه يا جماعه عندنا على الاطراف رجلون اي تقدم بالنسبه لك عرضيات بقى على هاري كين. احنا مش عايزين نلعب كره على الارض والكلام ده، لو عرفنا نلعب كره على الارض خير وبركه، مفترض ان انا بلعب تانجي دومبلي كصانع العاب تحت كين وسون، بس احنا ما عندناش سنه العاب والكلام في اي كوره روحوا على الاطراف والعبوها لهاري كين، ما عندناش غير هاري كين، هاري كين لو اتصاب هنغني ظلموه، وده السيناريو الاسوأ بالنسبه لجوزيه مورينيو، النسخه الحاليه نسخه توتنهام، اصابه هاري كين بالنسبه لك هتبقى خلاص النهايه اللي هو 70% من قوتك ضاعت لان انت 70% وال 30 الثانيه عند زون. طب بالنسبه بقى لرجلون بالنسبه لاوريير اللي بيلعبوا على الاطراف وعندك سوكو وعندك هولبرج الراجل اللي ما بيبطلش جري اغلب الوقت، ايه النظام بالنسبه لهم؟ اقول لك ان هولبرج لعيب ممتاز جدا في الحاله الدفاعيه، سيسوكو انت بتلعب بيه علشان خاطر مضطر ما عندكش غير كده، الناحيه الثانيه اوريه ماتشات بيكون موفق وماتشات بيكون خاربها خالص، خط الدفاع بتاعك انت عارف ان انت عندك مشكله فيه، وانت جايب جوزيه مورينيو عشان خاطر ظبط لك خط الدفاع، مورينيو ما عرفش يظبط خط الدفاع، قال لك ما عنديش عناصر، فبيقرر ان هو بيلعب بيريك داير، بيلعب بجو روندون، بيلعب كمان بتوبي الدر فيرت. بص انا جو روندون بالنسبه لي يلعب عادي بس ما تنزلش سانشيز جوه الملعب، انا بتعقد من سانشيز، ما بحبش اشوف سانشيز جوه الملعب لانه هيخربها والماتش اللي بعدها تلاقي مورينيو بيلعبه وهيطلع يقول لك لعيب في اي حاجه غير ان انا قناعاتي ثابته على سانشيز، وتقعد تدور كده على بدايه المباراه الماتش ما كانش ليه اي ملامح بصراحه لحد ما لقيت ان الكره اللي اتلعبت عرضيه من ناحيه سيرجيو رجلون بتعدي جوديفري اللي هو برده بيلعب مساك علشان خاطر ما عندناش غيره علشان خاطر يستقبلها هاري كين ويجيب الهدف الاول. هاري كين جاب الهدف الاول توتنهام خلاص 1-0 ننزل بقى ندور على ان احنا نامن ونجيب الثاني لان احنا مش هنفكر ان احنا هنطلع نهاجم ونجيب الثاني، لا احنا نتامن ونلعب على المرتدات. ما لحقوش هم 10 دقايق بالظبط لعبها عملت ضربه جزاء. طب ضربه جزاء بيخش سيجارسون يجيب هدف علشان خاطر سيجارسون يعادل النتيجه لواحد واحد. بعد الواحد واحد ندور على توتنهام مفيش، ندور على ايفرتون خلاص ايفرتون اتسيد المباراه، ايفرتون عايز يجيب الثاني وواضح جدا ان لعيبه ايفرتون عندهم روح وحماس عايزين يجيبوا الهدف الثاني. طب فين بقى روح الحماس اللي مورينيو بيديها لعيبته؟ عادي يا معلم خسروا عادي ما عندهم مفيش اي مشكله وخسر. طب في تغييرات مورينيو ممكن يغير بيها المباراه مثلا من ناحيه افكار قراءه ملعب؟ لا مش بتاعت مورينيو، مورينيو اديله مؤتمر صحفي، انما تغييرات وتغيير ملعب بتغييره لا مش بتاع مورينيو، هو عنده اريك لاميلا، عنده جاريس بيل بينزله، عنده كمان ديلي الي ممكن ينزله، عنده لوكاس مور، هو اربعه هينزل منهم ثلاثه جوه الملعب. مشاها زي ما انت عايز تمشيها النهارده. اما الناحيه الثانيه فلقينا ان السيد كارلو انشيلوتي صابر لحد ما الراجل ما قدر ان هو يجيب الهدف الثاني عن طريق جمله برده فنيه قدروا يحصلوا بيها على ضربه الجزاء، الكره بتروح على الطرف بتتلعب عرضيه لورا علشان خاطر سيجاسون يخش من بعيد يصاب الهدف الثاني، الهدف الثاني جه خلاص واضح ان ايفرتون هو اللي يستاهل ان هو يكسب، رد هاري كين يقول لك انا رحت فين؟ ده اساسا اللي مشغل الناس دي بقى لهم فتره ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيدوا له عرضيات، يدوا له عرضيات وبيقدر فعلا هاري كين ياخد عرضيه من اريك لاميلا علشان خاطر جوديفري وكين دخلوا ببعض جت لهاري كين ما بيتوصلش، الراجل جاب الهدف الثاني. طب فين التغييرات بقى بتاع مورينيو؟ ما قلت لك ان هو التغييرات ثابته وما بيغيرش اساسا نتيجه بتغييراته، تغييراته ما لهاش اي 60 لازمه ولا ليها اي معنى. زي
ماتشات اساسا يعني هو 90 دقيقه بتاعته ملهاش اي معنى فجت على التغييرات. هتقول لي ما اريك لاميلا نزل عمل اسيست اهو، اسيست ايه ده الاثنين مساكين خابطين في بعض، احنا هنقول اسيست وخلاص. بعد الهدف الثاني لقينا ان والله كانشيلوتي قرر يتحرك، قال لك انا محتاج انزل كولمان، محتاج انزل كولمان مكان ايوبي، كولمان ممكن يكون فيه الرجعه عن ايوبي شويه، محتاج ان انا انزل جوشوا كينج واطلع ديفيز عشان خاطر لا جوشوا ولا ديفيز ولا ايوبي لهم 60 طلب قدام. وندور خلاص بقى يعني توتنهام قفل وقفنا ومتعادلين، ما عندناش اي مانع نطلع تعادل. اول كره تيجي جوشوا كينج كان هيسجلها بيصدرها هوجو لوريس كالعاده، بعد التعادل خلاص خلصنا المباراه على خير علشان خاطر الاثنين يعطلوا بعض ومحدش فيهم يفكر ان هو ينافس على التاهل لدوري ابطال اوروبا، ويقول ليفربول وتشيلسي وويست هام كملوا مع بعض يا رجاله، احنا مفيش حد فينا فاضي ينافس على دوري ابطال ولا كلام فاضي من ده. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فممكن تقول ان انا بقلل من مورينيو بتنمر على جوزيه، بس الكلام ده مش حقيقي لان انا بقول ان الراجل ده واحد من افضل المدربين الفنيين في العالم في المؤتمر الصحفي، انما دخل مباراه والملعب كان زمان عنده حته ان هو بيحفز لعيبته ولعيبته بتكون ذهنيا متحضره كويس، ودي بدا يفقدها من ساعه تجربته مع تشيلسي. يعني تجربته كانت مع يونايتد سيئه جدا، تجربته مع توتنهام سيئه جدا. عارف ان انا بعد الكلمتين دول هتعمل لايك ولا سبسكرايب، بس انا هقول لك في النهايه اعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك، معلش يعني.